السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. اليوم سوف نتعرف على تقييم الدوري الجزائري ربيب السبعيني مع فريقه بروسيا مونشنغلادباخ ضد فريق يونيا برلين في الجولة 13 من البوندوزليغ. سوف نتعرف على ما قدمه ربيب السبعيني وعلى التقييم الذي حصل عليه ربيب السبعيني في مباراة اليوم. قبل البداية في التفاصيل والدخول في الموضوع أكثر والتعرف على تقييم السبعيني، أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك لايك للفيديو في الجديد، ونبدأ في التفاصيل أكثر والدخول في الموضوع. ربيب السبعيني كعادته أساسي في تكتيك فريقه بروسيا مونشنغلادباخ، وكعادته مستوى خرافي ورائع، يقدم مستوى جيد في مباراة اليوم. كان رائع هجوميا دفاعيا، مستند قوي هجوميا وكذلك دفاعيا، خلق 3 فرص ومحاولات في المباراة. واحدة من الفرص كانت خطيرة وقريبة من التسجيل، لكن المهاجم أهدرها بطريقة غريبة. دفاعيا كان جيد وقطع العديد من الكرات والمحاولات، وكان رائع في استخراج الكرة من الخلف بطريقة جيدة وبدون أي أخطاء عبر الكرة الطويلة أم عبر الكرة القصيرة. أداؤه كان جيد والتقييم رائع بتقييم 7.1 كتقييم أدائه على مردوده في مباراة فريقه بروسيا مونشنغلادباخ اليوم. طبعا هذا هو كل شيء لدينا، أتمنى أن يستمر مع فريقه لأنه يقدم مستوى خرافي ورائع. وهذا هو كل شيء لدينا بخصوص ربيب السبعيني، فلا تنسى الاشتراك لك في الفيديو كل جديد، وإلى اللقاء.